أهلا بكم. نشر أبناء منطقة بقع شمال اليمن شريطا مصورا يظهر إسقاط طائرة أباتشي سعودية على الحدود السعودية. وكانت السعودية قالت أن طائرة أباتشي التابعة لها هبطت اضطراريا في نجران نتيجة عطل فني. إلى ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة على الأطراف الشمالية لعدن وتحديدا في أحياء دار سعد والشيخ عثمان والممدارة. طيران التحالف السعودي نفذ أولى غاراته الجوية على مدينة التواهي واستهدفت تجمعا للجيش على مقربة من ساحل جولد مور في حي التواهي الذي بات تحت سيطرة الجيش بالكامل. وعلى محور عتق البيضاء تدور اشتباكات قوية على مشارف مدينة عتق.